معالي الرئيس، في البداية يؤسفنا الرد الذي جاء من وزارة التجارة والصناعة والسياحة والذي لا يتواءم مع توجيهات الحكومة في التعاون مع السلطة التشريعية، حيث أن الدور الأول والرئيسي للسلطة التشريعية هو التشريع، ولكن رد الوزارة لا يدل على حسن التعاون. وكان من الأولى على الوزارة الموافقة على المقترح ومن ثم بعد أن يذهب إلى الحكومة لصياغته كمشروع بقانون وتضع مرئياتها عليه وليعود إلى المجلس فيما بعد كمشروع بقانون، وأن القانون الحالي المعمول به قديم ومر عليه من 35 سنة ولا يواكب توجيهات مملكة البحرين ورؤية 2030 وخطط التعافي والاقتصادي وتنوع مصادر الدخل والتوسع في البرامج السياحية لتكون السياحة أحد مصادر الدخل الأول. معالي الرئيس، ندعو لتمرير المقترح بقانون ليتم صياغته في مشروع بقانون، وأن هذا المقترح بقانون له أهمية كبرى خصوصا في المرحلة الحالية ليواكب خطط التعافي الاقتصادي، حيث أن الدول اليوم خصوصا الدول الشقيقة تعمل في تطوير السياحة ولديها، وهذا الأمر يمثل تحدي كبير ويجب العمل عليه من خلال تطوير البرامج والخطط السياحية، وهذا الأمر يبدأ بالتشريع وصياغة القوانين.